من التجارب المؤلمة حقيقة، أنا أشوف أنها مؤلمة وينبغي علينا أن نتداركها قبل أن تكبر مشاكل. ترى بعض المشاكل صغيرة، وإذا بدينا بحلها وهي صغيرة تنتهي المبادرة بحل المشكلة فورا، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما تفضل الشيخ، عندما جاءته فاطمة تبحث عن سبي، عندما أخبرت أن النبي عنده سبي فأرادت أن تحصل على خادم، جاءت مسرعة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها جاءت تبحث عنه، فخشي أن يكون عندها أمر أو عندها خلاف، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. شوف الأب اللي يحتوي بيت بنته، بعض الناس علاقته مع بنته بس بمجرد أنها عند البيت، طلعت تزوجت تنتهي العلاقة. فهنا بادر بحل المشكلة، حتى تقول رضي الله عنها فاطمة: فجلس مني حتى شعرت ببرد قدميه على صدري، فسألها ما الذي جاء بها في الوقت المتأخر وهي مسرعة، فأخبرتها عن كثرة أعمال المنزل، فقال صلى الله عليه وسلم فطلبت الخادم فقال: هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إلى آخر الحديث. المبادرة بحل المشكلة صغيرة تنتهي، لكن إذا تركناها الأم تتجرع المرارة، الأبناء والبنات يتألمون بسبب تفادي المشاكل، بل ويحصل هناك تصادم وخلافات وقضايا في المحاكم تبدأ ولا تنتهي بين الأسرتين وبين الأنساب. من الحقيقة المواقف المؤلمة ولا أنساها، اتصل بأب يعرض علي قضيته، يقول: أنا ما رأيت بناتي، هم ثنتين 14 سنة، ما رأهم يا إخواني 14 سنة. يعني الواحد منا لو جلس شهر ولا شهرين ولا سافر وما رأى أولاده، والله أن قلبه يتقطع حسرة عليهم، ما يعلم كيف ينامون وكيف يأكلون، فكيف ببنت؟ يعني هي بحاجة إلى حنان الأب، بحاجة إلى قربه، بحاجة إلى السند، بحاجة إلى الظهر الذي يكون لها. كيف بحالها وهي ترى زميلاتها في المدرسة وأقاربها هذه تنتظر والدها ليدخل بكيس ملأه هدايا وطعام وشراب، وهي محرومة 14 سنة ما رأت والدها. فسمعت منه وأخذت منه، حاولنا بالإصلاح لكن لم نستطع الوصول ولا نعرف جميع الأطراف. أقمنا الدعوة، لما أقمنا الدعوة، وحقيقة حتى الشيخ تفضل قبل الفاصل بموضوع أن هناك يعني جهات تتبنى الصلح، أنا أقول هذا واضح وجلي ولله الحمد في دولتنا المباركة، ويتمثل هذا في وزارة العدل. ممكن بعضكم ما جرب في القضايا، لكن لو ترفع قضية الآن، لو ترفع قضية أبو عبد المحسن بس في الجزئية هذه اللي تعلق بالإصلاح، لو تقام دعوة الآن فيما يخص الأحوال الشخصية، طلاق، حضانة، أول شيء يسوونه لك المحكمة وشو؟ يحولونك على قسم الصلح قبل ما تذهب للقاضي القضية، وهذا يدل على حرص الوزارة العدل على أن الموضوع تنتهي قبل أن تصل القاضي. وإذا اتفقوا على جميع الأمور، الحضانة والنفقة والزيارة، كلها تكتب بوثيقة واحدة وينتهي الخلاف. والمصلحين يعني يحرصون، وعندي قضاء يتصل المصلح ويسأل، أسلم، يسأل ما الوقت المناسب أكلم الزوج، يأخذ رقم جواله فيتصل عليه، ثم يتصل على الزوجة فيعرف نقاط الاختلاف اللي بينهم فيوفق بينها فتنتهي. القاضي هنا، وهذا واضح حتى عند القضاة والمحققين وضباط الشرط، إذا في شيء في صلح يسعون له. لو قلت يا شيخ عندنا ترى محاولة صلح نبغى نأجل الجلسة، فرح وشجع، لأن جمع البيوت فيه صلاح للمجتمع والأسر. فلما دخلنا عند القاضي حقيقة انصدم من هذه القضية وتألم منها، كيف 14 سنة يعني ما رأى أولاده؟ فأعطانا جلسة، موعد جلسة ليحضر فيها البنات وتحضر الأم ويحضر موكلي اللي هو الأب، يعني بعد 14 سنة. حضرت أنا وموكلي، حضروا البنات. طبعا أول ما حضرنا لمجلس القضاء ما شفنا البنات ولا رأيناهم، القاضي نسق مع الموظفين يكونون في مكان مستقل، في البداية يحضر الأب، وحضرت وحضر وكيلها. طلب مني القاضي الخروج، وطلب كذلك من وكيلها الخروج، وطلب من الأم الخروج، ولم يبقي عنده إلا من؟ إلا البنات والأب. قرابة النصف ساعة أو 40 دقيقة ما نعلم وش يدور في مجلس القضاء، يعني أب لم يرى، ما هي بنت، بنتين 14 سنة، حقيقة أنها موقف مؤلم يقطع القلب حسرة. لما خرج الأب وكان متأثر وناقشته وسألته يعني وش اللي صار وش اللي دار، من ضمن الأخبار اللي حصلت بيني وبينها أن أحد البنات يعني حاولت تخرج الجوال حتى تصور والدها لعلها أن تحتفظ بصورة منها اللي تراه يعني كل فترة. من الذي قاد هذه البيوت إلى الألم والمرارة القطيعة والهجران؟ من كان مفسدا ومن كان يتزعم الخلاف ولم يكن سببا في الإصلاح فحصلت هذه المشاكل، غيرها حقيقة من الآلام الكثير والكثير. وخلف هذه البيوت الكثير من القصص المؤلمة.